نجحت المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى والمختطفين. الصفقة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة أطلقت سراح أكثر من 1050 أسيراً ومعتقلاً، بينهم 19 سعودياً وسودانياً. الصفقة التي وصفت بأنها أكبر عملية تبادل أسرى بين طرفي الحرب منذ انقلاب ميليشيا الحوثي على السلطة في صنعاء لاقت ردود فعل واسعة على المستويين المحلي والدولي. الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش قال في بيان إن تبادل المعتقلين والأسرى دليل على إمكانية تحقيق اختراق من خلال الحوار والتسوية، وحث الأطراف على مواصلة تعاملها مع المبعوث الخاص إلى اليمن بحسن نية دون شروط مسبقة، والتوقيع على مسودة الاتفاق المشترك للتوصل إلى وقف إطلاق النار والانخراط في العملية السياسية. مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث من جهته رحب بتنفيذ عملية التبادل، وقال إن الحوار السلمي يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية. الحكومة من جهتها رحبت بإطلاق سراح المعتقلين داعية إلى تحقيق دولي في جرائم تصفية عدد من الأسرى في سجون الميليشيا. اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهي التي أشرفت على العملية عبرت في بيان لها عن أملها في أن تكون هذه خطوة أولى نحو إطلاق سراح المزيد من المحتجزين. الناشطة الحائزة على جائزة نوبل للسلام توكل كرمان رحبت بنجاح عملية التبادل آملة أن تكون بداية لإنهاء النزاع ووقف إطلاق النار وإنهاء انقلاب ميليشيا الحوثي على الدولة وإنهاء التدخل السعودي الإماراتي في اليمن. ترحيب وتفاؤل محلي ودولي وأمل بإطلاق سراح جميع المخفيين قسرا، ويبقى السؤال هل يكون نجاح هذه الصفقة بداية لإنهاء المأساة اليمنية؟